في سياق الاستراتيجية المتكاملة التي اعتمدتها الحكومة لتسريع عصلانة النشاط الإداري والارتقاء بأداء المرافق العمومية استنادا لمزايا تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتسهيلات التي تتيحها أشرف الوزير الأول على الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني. إن الحكومة تعمل على وضع الآليات والميكانيزمات اللازمة لحماية البيانات وتأمين التعاملات ووضع بيئة أساسها الثقة في التعاملات التي أصبحت تشكل مؤشرات رئيسية للتنمية الاقتصادية لأي بلد، غير أن هذه البيئة الأمنية لن تتحقق إلا بوضع أنظمة التصديق والتوقيع الإلكترونيين باعتبارهما عنصرين أساسيين يضافان إلى شروط تأمين التبادلات عبر الإنترنت. من المركز الدولي للمؤتمرات أكد جراد على اعتماد الحكومة لمخطط وطني للتصديق والتوقيع الإلكتروني والذي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الغايات. زيادة الثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية من حيث تعزيز أمن المبادلات، وذلك من خلال التوقيع الإلكتروني ووضع آليات المصادقة والمحافظة على سرية البيانات الشخصية، وذلك من خلال عملية التشفير ضمن عملية التصديق الإلكتروني. زيادة الثقة في حوسبة المبادلات الاقتصادية وتسهيل تدفقها. الرهان على تكنولوجيا الإعلام والاتصال يبقى قائما للرقي بالتنمية الاقتصادية في ظل الدور الذي من المرتقب أن تلعبه عملية رقمنة مختلف القطاعات وتأثيرها في تحسين مناخ الاستثمار.